السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يسعد لي أوقاتكم يا رب حبايب قلبي، إن شاء الله على طول بتكون بخير. أخذنا بالدرس الثالث صفات الملكية وعطينا أمثلة مثل ما كنتم شايفين هون طبعا، ونزلت على صيغة PDF. اليوم إن شاء الله بنجي بالدرس الرابع يلي هو أرفا جينيالوجيك، يعني شجرة العائلة أو شجرة النسب. كل الدروس من درس رقم 1 لدرس رقم 4 اللي هو هذا الدرس لليوم اللي هلا نحن عم ناخده، الهدف منه انه شلون نقدر نكون جملة اسمية. هلا انا حطيت هذا صممته بنفسي وحطيت له انا الالوان عشان نقدر نفهم بشكل اسهل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على رب العالمين. اول شيء بنبلش بموا، يعني انا. موا الاو والاي كالعادة يقرأوا موا يعني انا. هلا منطقيا انا في بمستواي دائرتين وفي فوق دائرتين، الدائرتين اللي فوق هنا بيكونوا بابا وماما، والدتي ووالدي، معناتها الدائرتين اللي بيكونوا جنبي هو شو معناتها؟ بتكون اختي واخي. هلا بنبلش ب مو فخيخ، مو فخيخ، مو فخيخ اخواني يعني اخي. مو شرحنا شو هي، يعني صفة ملكية انه شيء بخصني انا. فخيخ اخواني يعني اخي. هلا الحرف الاري بالفرنسي نحن بنلدغه بنقول له يا اغ يا اخ، يعني يا بنحطه بحرف الغين يا بنحطه بحرف الخاء. هون حطينا فخيخ ما حطينا فغيغ. هلا شوفوا اخواني اذا بكون تلدغوها بالاغ شلون بتصير، فخيخ ما بتطلع معكم. شوفوا حاولوا تطلعوا الاف مع الاغ ما بتطلع فغيغ، تطلع حرف الاف مع الاغ بس الاف ما بيطلع معه حرف الاغ. لهيك نحن لسهولة التحدث بتطلع هي اصلا لحالها بشكل اوتوماتيك بتطلع فخيخ ما بتطلع فغيخ، ما بتزبط. وبنجي ل ما سور، ما سور. هلا هون حطينا مون فخيخ لانه فخيخ اخ يعني مذكر. طيب ما سور ليش حطينا الما؟ لانه مؤنث، اختي. ما سور اختي. وهلا بنجي للوالدين، ما مير، ما مير يعني والدتي. مو بير، مو بير يعني والدي. وهلا بنجي على اللي بعدها، ما غران مير، ما غران مير. هلا هون في ما مير، هون في كلمة غران زيادة. شو يعني ما غران مير؟ يعني جدتي. وهلا بننتقل على اللي بعدها، مو غران بير، مون غران بير يعني جدي. وهلا حبايبي بننتقل على اللي بعده، هلا هون والدتي في عندها اخ او اخت، شو بده يكون باللغة الفرنسية؟ هلا بالعربي بنقول خالة او خال. فرضا انا هلا حطيتها مؤنث يعني لازم تكون خالة، شو بتكون خالة بالفرنسي؟ ما تونت، ما تونت. طيب اذا كان الاخت مو من طرف الام، اذا كانت الاخت من طرف الاب شو بتكون؟ بتكون عمي. طيب شو بنقول بالفرنسي؟ كمان بنقول ما تونت، يعني ما تونت بتجي بمعنى خالة وبتجي بمعنى العمة نفس الشيء. لهيك انا ما حطيت هون حقل دائرة وحطيت فيه اخ او اخت لانه نفس الموضوع. طيب هلا اذا كان هون مو اخت امي، اذا كان اخ لامي يعني لازم يكون خال. طيب شو الخال بالفرنسي؟ هو اونكل، الخال هو اونكل. طيب اذا كان الاخ هو بيكون مو اخ اخو امي، بيكون اخو والدي، شو بيكون؟ بيكون اونكل نفس الكلمة. طيب هلا هون ما حط لا على اخ الام ولا على اخ الاب، انا هون حاطط زوج الخالة، زوج الخالة او زوج العمة اسمه كمان اونكل. مون اونكل يعني زوج خالتي وزوج عمتي، مون اونكل بيجي كمان بمعنى خالي وبيجي كمان بمعنى عمي نفس الكلمة. طيب هلا ابن خالتي او بنت خالتي شو اسمهم؟ مون كوزا يعني ابن خالتي للمذكر. طيب بنت خالتي شو بنقلها؟ ما كوزين. طبعا هون حبايب قلبي نوهت انا سابقا انه الاي والان يقرأوا أ إلا إذا أجا بعدهم حرف صوتي بيقرأوا إين، كوزين، كوزا.
ونفس الموضوع هلا هذا بيكون ابن الخالة بالمثال اللي انا حاطه، كمان الكوزا هون بيجي كمان ابن العمة، عرفتوا شلون حبايبي؟ يعني بيمشي الحال انه يكون ابن خالة وابن عمة، ونفس الشيء بيمشي الحال انه تكون بنت الخالة او بنت العمة، وكمان ابن الخال وشو اسمه وابن العم بيمشي الحال، ابن خالي وابن عمي كمان نفس الشيء، وكمان بنت خالي وبنت عمي كمان نفس الشيء. هيك حبايبي بنكون خلصنا الدرس. هلا انتم مبدئيا احفظوا هدول، هي شجرة مصغرة عن شجرة العائلة الكبيرة، يعني ما حطيت مثلا مرت الخال او مرت الخالة الصهر او ابن الاحمى. ان شاء الله بفيديوهات مستقبلية بس لحتى تتمكنوا شوي من اللغة بإذن الله بصير بحط لكم مستوى متقدم وبعطيكم شجرة العيلة اللي أكبر من هي بإذن الله. بتمنى أنه تحطوا لايك إذا عجبكم الفيديو، بتمنى أنه تشاركوا رابط الفيديو على كل المواقع الفيسبوك وتشاركوها على كل مواقع الإنترنت، ما في مشكلة بتاخدوا الثواب وأجر، يعني بتاخدوا الأجر والثواب بإذن الله. واشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين، وفعلوا زر الجرس، ولا تنسوا انه هذا رح ينزله على صيغة PDF كالعادة تحت رابط بأسفل صندوق الوصف، وانتبهوا على حالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.